نعم، إذا قلت لك يعني قذارة ونجاسة وقتل عند الشيعة. عندما دخلنا الموصل، أول ما دخلنا الموصل أكو كتاب من الإمام علي، أجمعوا الأطفال والنساء من أهل السنة، فقال لهم اللي يتشيع نعوفه، واللي يبقى إنه يصير سني لقتله. حسبي فما الله. حد قام من مكانه، فأنا أعطوني السلاح وبدينا نقتلهم تقريبا من حوالي 500 إلى 300 شخص من هؤلاء الشيعة، حسبنا من الله هؤلاء السنة حسبنا قتلناهم. الله ونعم الوكيل. فهذول فهذول اللي يعني اللي قتلناهم شيخنا الإسلام محسوب عليه ذنب، أنه أنت تعرف قول الله تعالى: ومن يقتل مسلم ومن يقتل مؤمنا متعمدا كأنما قتل الناس جميعا. فجزاؤه يعني جهنم فذا خالدا فيه. شوف يا أبو يعني محمد، هذا عبد شوف حمد يا عليه حبيبي، ذنب. يعني أنا أقول لك هذه تحتاج إلى توبة، توبة إلى الله تبارك وتعالى، ومع ذلك أيضا لا تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. فخالد رضي الله عنه قيل في بعض الآثار أنه قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل إلى الإسلام، ولكن هذه نسأل الله أن يرحمهم برحمته يا رب، وأن يجعلهم في أعلى فراديس جنته. حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا لا أقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيك أنت يا أخي المهتدي الحبيب، ولكن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الميليشيات الإرهابية. ف والله الله المستعان. خلينا نتواصل أنا وأنت بعد البث. حياك الله، جزاك الله. أيها الحبيب، عشان تدعمنا والقناة ما تقفش، سوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب، ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد.